ليه حضرتك بالذات اللي عملتي المؤتمر ده؟ يعني في ناس كتير جدا فنانين بيعملوا عمليات وبتبقى ناجحه وفي ناس بتعملوا عمليات بتبقى فاشله. سيبي ليه حضرتك بالذات عملتي ده؟ لا عشان انا لما طلعت الاستغاثه قلت انا ظروفي كذا وكذا وكذا، فالناس دي قدم لي انا لا املك ان انا اقدر اعمل عمليه تانية. نقدر نقول تمنها كده عمليه؟ لا انا ماليش دعوه. لا وفي حاجه ثانيه، في تحاليل واشاعات هم المفروض ما يعملوهاش كدكتور محمد، عملوا على حسابه الشخصي. وده هو على فكره من شويه وشوشني وقال لي مش عايز اقول كده. لا عملها على حسابه الشخصي، حتى الادويه اداها لي، فانا احب اشكرهم من كل قلبي وانا سعيده بده. على فكره ده نوع من الدعم القانوني زي المحامين برضو. الدكتوره اسماء واحمد الشعر اتقدموا من غير من دون اي مقابل، زي الدكتور محمد، زي الدكتور محمد اسمت دكتور التجميل، كله ده بيدعم وفاء مكي عشان ترجع لمكانها الطبيعي. دور النقابه في العمليه، النقابه ما عندهاش علم على فكره. ازاي ما عندهاش علم؟ ما عندهاش اشرف زكي. لا اشرف زكي بكلمه حاجه تاني معنويا. لا الدكتور اشرف لما بقى في حاجه تاني بعيد عن العمليه تخصني انا كفن، انما ما حدش ده على فكره، ما حدش يعرف ان انا عملت عمليه تكميم الا دلوقتي هيشوفوك على الهوا. انا دكتور هنا بيقولوا حضرتك شبه الفنانه نهال عنبر. انا شبه دلوقتي يقولوا في شبه قمر نهال عنبر. قمر طبعا، وانا يسعدني ان اكون شبهها. ايه تاني اصعب دور حضرتك عملتيه وبتعتز بيه طول الوقت لحد النهارده؟ ايه رايك يا دكتور؟ موجه الاشهر. مين افضل العمل؟ انتوا عارفين دلوقتي موجه ترنج في الصعيد. طب ممكن حضرتك تقول لنا على اي موجه دلوقتي حصلت؟ لو رجعت الصعيد هتلاقي اي كوالين حضرتك فاكرها. هو انا لما خبطت الفتره دي كان انتشر اسم موجه بسبب فيلم ذهب الجوهر. والله واحد صعيدي دلوقتي بيكلم مراته على ان هي موجه. استاذ حسين عندك سؤال؟ ايه يا استاذ حسين، دلوقتي حضرتك يعني بقالنا فتره طويله بنسمع عن وفاء مكي في موضوع القضايا. لا خلينا في اللي احنا فيه. خلينا في اللي حصل. كمل سؤالي. وبعد كده بنتكلم على اعمال وفاء مكي وما بنشوفش اعمال وما بنشوفش نتيجه من القضايا اللي بتحصل، والنهارده دي اول نتيجه. لا دي النتيجه دي دول. لا ده شغل قانوني بقى. تخص في الاسماء يعني انا ما شفتش نتيجه في القضايا. صوت يا جماعه لو سمحت. ما شفتش نتيجه في الاعمال الفنيه، بعتبر ان النهارده وجود وفاء مكي بانقاص وزنها دي اول نتيجه بعد اول. طب الحمد لله. عايزين نعرف القرارات الاخيره بعد. بص هو بانقاص وزن ده عشان الدكاتره، الدكتور محمد شاكر والدكتور محمد عزيز. هي استاذ حسين، هي الاستاذه وفاء جايه تتكلم النهارده على الجديد والعمل الفني. احنا عايزين نقفل بقى. تمام، احنا مش هنتكلم في قضيه. القضيه متوليه الاستاذ احمد الشاعر والاستاذ اسماء، هم ماشيين في القصه. شغلي انا اعلنت عنه دلوقتي لانه لسه الناس خارجه من بتبتدي الترشيحات وبتدي نصور. انا لسه بنحضر وانا ما عنديش اعمال دلوقتي، لكن ان شاء الله لو في عمر الاعمال هتتصور والناس هتشوفها ويا رب تعجب الناس كلها. موضوع القضيه ده اتقفل تماما؟ لا انتهت خلاص، خلصت. ده مش موضوع انا خلاص وانا ببدا صفحه جديده وجيت بلوك جديد. انا بس عايزه اقول ايه؟ هو رد اعتبار. انا بصالح الناس كلها ومش وقلبي بيحب الناس كلها وانا متصالحه مع الناس كلها، حتى الناس اللي هي يعني قالت كلمه مش مظبوطه في حقي. انا بس خلينا في اللي احنا فيه. دكتور محمد شاكر، دكتور محمد عصمت، اي اسئله تخصهم لان الناس دي فاتحه عيادات. اتفضل يا دكتور. دكتور محمد شاكر، ازاي حضرتك قدرت تحافظ